ودلوقتي بشرتك مع ماسي، واللي بنتكلم فيها عن ماسي دور جولد وتأثيره على البشرة. جات لنا أسئلة كتير قوي. احنا النهاردة عاملين حاجة مختلفة شوية، معانا يعني دكتورة ومعانا خبير التجميل، الاثنين هيتكلموا عن ماسي دورو جولد وهيتكلموا عن تجربتهم مع ماسي دورو جولد، علشان نبقى بما انه الاثنين بيتعاملوا مع البشره، فاحنا النهارده هنتكلم عن ماسي دورو جولد بشكل اعمق شويه. اسمحوا لي في البدايه ارحب بضيوفي دكتور دينا ابو السعود، المدير الطبي لماسي فارم ايجيبت. اهلا يا دندور. اهلا يا ام، ازيك؟ عامله ايه؟ اخبارك ايه؟ كله زي الفل. ومعانا هايدي القباني، خبير التجميل. هايدي، اخبارك ايه؟ الحمد لله كله تمام. احنا قلنا بقى النهارده يبقى معانا دكتور دينا ومعانا هايدي علشان الاثنين يكلمونا عن ماسي دورو جولد، كل واحد في تخصصه. دينا، في البدايه فكره انه بيصغر 10 سنين او بيخلينا اصغر 10 سنين او بيخلينا نبدو اصغر 10 سنين، دي عامله تساؤلات في دماغ ناس كتير قوي. عايزاكي تقولي لي الحته دي بالتحديد، لان كل ما حد يشوفني في الشارع يسالني عن الموضوع. يسالك على الموضوع ده. برجع اقول واكرر ان فعلا ماسي دورو جولد بعد استخدامه سنه كامله 12 شهر بيصغر في سن 10 سنين. ليه؟ لاحتوائه على 58 مكون من اهم المكونات: الذهب، الكافيار، الكولاجين، الهايلورونيك اسيد. كل الحاجات دي مهمه جدا 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 للبشره، وهي الحاجات دي اللي هي الكومبوننتس دي هي اللي بتصغر في سن 10 سنين، لانها بتشيل التجاعيد، بتنور الوش، بتعمل نضاره. في ناس كتير ما بتحبش تخاف من حقن النضاره مثلا، فماسي دورو جولد بيعمل النضاره، بيجري الدوره الدمويه في الوش، وكمان بيصغر في سن 10 سنين. فعشان كده انا بقول هو فعلا بيصغر في سن 10 سنين، لان كل الرينكلز وكل الفاين لاينز هتنتهي تماما، وهيبقى عندها ثقه بنفسها سواء رجل او ست. وبعدين كنت عايزه اقول ان الرجاله مثلا او يعني نصين، في ناس في رجاله بتحب تحن، في رجاله ما بتحبش تحن، وفي ناس تقول لك طب ما انا احقن واستخدم كريم يعزز نتيجه الحقن او يخليها تدوم معايا فتره. بالظبط، لان ممكن ان الفيلر او البوتوكس او اللي هي طرق الحقن بتكفي 6 شهور. مع ماسي دورو جولد لو عمل الفيلر او عملت الفيلر مع ماسي دورو جولد هيكفي، بدل ما يكفي 6 شهور هيكفيها سنه ونص. هو اوريدي خلاص، هو هيظبط نوع بشرتها عامه. طبعا هيظبط. هو غير كمان الرينكلز، هو بيفتح تحت العين، وبيفتح الحاجات السوداء او الدارك سبوتس الموجوده، وبيفتح النمش، وبيعمل الوش فيري كلير، بيعمل الوش صافي جدا زي الوش البيبيز او الاجانب. فعشان كده انا برضو بقول عشان كده هو بيصغر في السن 10 سنين، واحنا في عرض ان احنا نصغر سنه اصلا. والله تصدقي قعدت اشوف صوري من 5 6 سنين ولا ما لقيتش تغيير قوي الحمد لله، يعني ازاي القمر يا يمنى اصلا قوي. بس خايفه، يعني انا من الناس اللي بقلق شويه من السن، فبهتم بالظبط. ما يمكن ده اللي الحمد لله بيخليني. انا عايزه اقول ان في ناس بيقولوا طبعا ماسي دورو جولد غالي، لازم يبقى غالي، وما ينفعش حد يستخسر في بشرته. زي ما احنا مش بنستخسر ان احنا ناكل ونشرب، ما ينفعش نستخسر ان احنا ندي البشره الحاجات اللي هي عايزاها. وبعدين انا يعني المفروض اي حد يحس انه غالي بس هيصغرها في سن 10 سنين، مفيش مشكله. لا انا عن نفسي مش الوش أفكر. اهم حاجه انا بالنسبه لي اهم من جسمي كمان الوش، ان الوش انا هو طبعاً العنوان. ده عنوان بالزبط. شخصيتي وعنوان جمالي وثقه بالنفس. فانا مش شايفه ان احنا ممكن، ما ينفعش اصلا نستخسر في ان احنا ندي البشره الحاجات اللي هي عايزاها. طيب هايدي بقى، بما انك انت خبيره تجميل وبتتعاملي مع ناس كتير في الوسط وفنانين، وبتتعاملي مع وشوش كتير قوي، ازاي لقيتي، وانا عارفه ان انت كمان بتستخدمي، ازاي لقيتي انه ماسي دورو جولد ممكن يعوضنا عن خطوات كتير ممكن نكون كنا بنعملها في الميك اب، بتاتشات بسيطه ممكن ان احنا نبان اجمل بكتير؟ اول حاجه ماسي دورو جولد بجد حاجه فظيعه. هو احلى حاجه انك انت ممكن بمنتج واحد تستغني عن عده حاجات. بالظبط. يعني ممكن تستخدميه بدل الكريم الداي او الكريم النايت او اللي هو بتاع حوالين العين. ممكن تستخدميه بدل السن بلوك. انا بالنسبه لي كخبيره ميك اب ممكن استخدمه بدل البيز. هو نفس الوقت مرطب، ومع الاستخدام الكلاينتس اللي عندي كتير انبسطوا من النتيجة، انه اللي عندها هالات سودا بدي تخف، اللي عندها نمش في الوش بدي يخف. وانت دايما بتهيألي لازم البشرة اللي انت بتشتغل فيها لازم تكون حلوة برضو،
ده يمكن بيسهل لك كمان شغل انه بشره تبقى رايقه صافيه، هتدي نتائج للشغل موحده في لونها كمان. يعني ممكن في ناس بيبقى عندهم يعني لون البشره لون مناخير غير الخدود غير لا هو ده بيعمل انه توحيد للون البشره فبتلاقي الموضوع سهل وحلو كتير. فرق معاكي في شغل؟ فرق كتير. وفي ممكن نحن برضو يعني اللي تحط مثلا الكريم الصبح ممكن تستغني عن السن البلوك، ممكن تطلع يعني ممكن تاتشات بسيطة مثل ما عم بتقولي، نحط شوية ماسكارا أو نحط رموش وآيلاينر مع شوية ليبستيك فبتطلع تمام. طب مش احنا معانا كمان داليا، معانا موديل دلوقتي، يمكن انت عملت لها تاتشات بسيطة كده من الميك اب بس ما حطيتلهاش أي بيس. لا 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 صح كده. طب بيس. ممكن داليا تتفضل معانا يا داليا، هنشوف داليا دلوقتي. داليا اتفضلي ورينا بقى يا هايدي طريقه وضع ماسي دورو جولد على البشره. هي دلوقتي مش حاطه اي، انت مش حاطه لها اي حاجه على البشرة؟ لا مش حاطه حاجه خالص. اوكي. هو لازم تكون البشره نظيفه. اوكي. لازم تكون البشره نظيفه. ايوه هيتحط على البشره مباشره. وضغطه واحده. ايوه مره واحدة بتكفي الوش كله. بتكفي كله. اوكي. زي ما احنا شايفين دلوقتي هايدي بتوزعه على الوش كله، وداليا مش حاطه اي ميك اب خالص باستثناء طبعا شويه ماسكرا. ايوه شويه روج ما يمنعش برضو. وهو بيعمل زي بيحمر الخدود يا هايدي. ايوه بيحمر عشان هو بينشط الخلايا اللي في الوش. بنحطه من جوه ونطلع فيه لبرا. تمام بالطريقه دي. اوكي. علشان الجاذبيه دايما هي بتخلي البشره تنزل الخدود لتحت. الخدود تقع. فنحن بنعمل عكس الجاذبيه. كده الخدود بالطريقه دي. ايوه. وبالنسبه للجبين اوكي من اهو زي من عند الحاجب لفوق. لفوق وبعدين أوكي. ننزل بيه كده. تمام. هو سريع الامتصاص، دي حاجه حلوه قوي. يعني ممكن تحطه وتحط عليه الميك اب مش هيعمل مثلا طبقه دهنيه تحت؟ لا 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 ابدا خالص. ولا هيعمل الميك اب اويلي خالص. وطبعا هو بيناسب كل انواع البشره بيناسب زي ما احنا قلنا. وبنفس الوقت ليه لمعه حلوه. واهو هو الذهب باين. ايوه وده على الخدود. بصي اللون خدودها احمرت كده لوحدها، احمرت من غير اي حاجه، من غير بلاش من غير اي حاجه، من غير اي حاجه خالص. وبس شويه ماسكارا شويه روج شويه ماسي دورو جولد وهتبقي زي القمر. مش هتحتاج اي حاجه. ميرسي يا داليا. ميرسي. طبعا احنا شايفين دلوقتي النتيجه وشايفين جزيئات الذهب، ويمكن يدينا دايما الناس تقول لي قولي لنا السكس اكشنز اللي على العبوه بيعمل ايه، ولازم في ناس لسه ما عرفتش. طبعا انا عايزه اقول للساده المشاهدين السكس اكشنز: الانتي رينكلز مضاد للتجاعيد، الانتي ايج محاربه الشيخوخه، النورشنج نضاره، الوايتنينج بيفتح، موسترايزنج مرطب، وكمان في فيس ليفتنج. مهم جدا الفيس ليفتنج لان مع تقدم السن والجاذبيه الارضيه الوش بينزل لتحت، الوش بيترحل، فالذهب بيعمل فيس ليفتنج بيشد الوش. وان هو اكرر تاني ان هو في 23 ايراد ذهب خالص ذهب طبي، مش ميه الذهب، مفيش حاجه ميه الذهب دي ولا لا لا مش موجود. لا لكن ذهب 23 23 ايراد الماكسيمم فاليوم. دول السكس اكشنز اللي بيعملوا الجرانتي. الجرانتي برده موجود جوه. لازم نشوف كل الحاجات دي لازم عشان الناس بتسالنا على طول. السيرتيفيكت جارانتي ان هو يحتوي على ذهب خالص عيار 23، ومع كل بوكس فيه فلاير بالعربي عشان في ناس كتير بتحب تقرا بالعربي، موجود فيه كل التفاصيل وكل الاكشنز دي بالعربي لان المنتج ايطالي. من اكبر مصانع تصنيع الكوزماتكس في ايطاليا. واقرر للساده المشاهدين ان هو مترخص من وزاره الصحه ومترخص الاتحاد الاوروبي. وموجود في الارقام ماسي دورو جولد في الارقام الموجوده على الشاشه، مش موجود في الماركت خوفا من التقليد. بالظبط. ودي تراخيص قدامنا هي يمكن على الشاشه علشان دايما الناس وده الصح بيني وبينك برضو ان الناس يعني يبقى عندها اطلاع على كل حاجه وتبقى كل حاجه واضحه قدام الناس. وانا واكرر اقول برضو ان من اول دهنه بيحصل فرق فظيع في الوش. وبعد سنه من استخدامه يوميا بالليل
او تحب تحطه بالليل والصبح مفيش اي مشكله، ما بيتعارضش مع اي ميك اب، ما بيتعارضش مع اي كريم نهار او اي كريم ليل، لان مفيهوش اي سايد افكتس خالص. يتحط الصبح وبالليل، ممكن حتى تحطه الصبح عشان واقي شمس. لو ممكن تستغنى حتى على السن سكرين او السن بلوك. بعد سنه هتصغر في السن 10 سنين. بقررها كتير، بعد سنه هتصغر في السن 10 سنين. واحنا يعني نفسنا نصغر يوم مش 10 سنين بالظبط كده. طب هايدي، يمكن وانت بتحطي الداليا حسيتي انه الملمس بتاعه، انت بتقولي سهل او سريع؟ بتحسي انه هو يعني كريمي بس يعني خفيف، مش يعني لزوجته خفيفه مش سميك وسهل الامتصاص. قد ايه بتفرق معاكي انه الواحده تهتم ببشرتها او تهتم بشكلها؟ كتير بصراحه. عشان كل العالم تيجي بتطلب بتقول لك انا عايزه ميك اب خفيف، ميك اب خفيف. طب لو البشره مش حلوة، او البشره تعبانه او فيها عده الوان، انا هحط لك خفيف ازاي؟ لازم احط طبقات كتيره وفونديشن وباودر عشان ايه؟ يعني احاول انه اخبي اداري عيوب. بينما اللي عم تهتم ببشرتها وبتكون بشرتها صافيه وحلوه فاكيد رح احط تشات بسيطه ولوحدها رح تبرق. حتى مشكله التجاعيد هو طبعا ماسي دور جولد هو في الاساس عايز اقول كمان التجاعيد مع الميك اب الكتير بيبان. يعني لو طبعًا حطيتي فاونديشن وباودر عشان تداري العيوب، مع الباودر الكتير التجاعيد بتشقق. يعني مع الميك اب اصلا بيبان التجاعيد. مين قال ان التجاعيد بتنتهي مع الميك اب؟ مفيش الكلام ده. اللي بينهي عن التجاعيد الماسي دور جولد لانه بيعالج التجاعيد. انت فاهمه قصدي؟ بيعالج، لان هو الكولاجين بينفخ الحته اللي فيها تجاعيد، الهايلورونيك اسيد بينفخ الحته اللي فيها تجاعيد. لكن الميك اب الكتير على التجاعيد هتشقق، هتبان اكتر. ذاتس ات يعني. فبرجع اقول ان هو ضد التجاعيد، بيصغر في السن، بيعمل نورشنج، بيعمل نضاره، بيفتح لون البشره، ومناسب لجميع انواع البشره، مناسب لجميع الاعمار وللسيدات والبنات والرجال. الرجال طبعا، انت السيدات بالنسبه لك هم الاساس. الرجال اكيد طبعا بقوا بيهتموا بنفسهم بشكل جدا كبير. طبعا ما بقتش الموضوع على السيدات بس او الكبار السن حتى بس. واحنا بنقول ان ماسي دور جولد لكل الاعمار زي ما انت قلتي، كل الاعمار مش بس. ولو واحده ما عندهاش تجاعيد وهي تستنى لما التجاعيد تطلع؟ لا طبعا. تفتكري هتفضل قاعده مستنيه؟ هي لو استخدمت ماسي دور جولد هيحارب تقدم في السن، هيحارب التجاعيد. ولو حتى ما عندهاش تجاعيد، هي محتاجه ان تحس ان وشها مش بيل، محتاجه ان تحس ان ما عندهاش شحوب في وشها، محتاجه تصحى من النوم تحس ان وشها منور ومحمر وقمر، وتصغر 10 سنين. وتصغر 10 سنين ده بقى بعد ان شاء الله كل يوم. تنصحي للساده المشاهدين بايه اللي بيشوفوكي؟ انصحهم يشتروا اكيد. انا عن تجربه شخصيه بصراحه حلوه قوي، وحتلاقي النتيجه من